Dear Arab citizens of Israel, Mwatinuna al-Arab al-Aiza. Arab citizen of Israel, or Arab Israeli, or Israeli Arab. חלק מאותו שקף פלסטיני, מאותה הסתה פלסטינית, מאותה תעמולה פלסטינית. אני אומר, מי שאיתנו צריך לקבל הכל עד חצי המלכות, ומי שנגדנו אין מה לעשות. צריך להרים גרזן ולהוריד להם את הראש, אחרת לא נשרוד פה. إما تكونون إسرائيليين طبيعيين وإما إرهابيين، هكذا وجه إليهم وزير التعليم الإسرائيلي خطابه، وهددهم لبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بقطع الرأس إن وقفوا في وجه إسرائيل. فلسطينيون تمنعهم كثير من الدول العربية من الدخول إليها، ويتهمهم البعض بالتطبيع والخيانة أحياناً. إنهم فلسطينيو الخط الأخضر، فلسطينيو الداخل، هم من يعيشون داخل الخط الأخضر الذي يفصل بين الأراضي الإسرائيلية المحددة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، يحملون هويات زرقاء اللون وجوازات سفر إسرائيلية. يصفهم الإسرائيليون بعرب إسرائيل أو الأقلية العربية، بينما يستخدمونهم ألقاباً تعبر أكثر عن هويتهم. عرب إسرائيل، هاي التسمية أنا كثير برفضها، وأنا بشوفها هاي تسمية صهيونية، عشان يفصلونا ويجزئونا وينصلونا بالمرة من مجتمعنا من شعبنا الفلسطيني، فأهون عليهم يحطونا كأقلية مش كأكثر. بفضل الفلسطيني الداخل، لأنه كلمة عرب هي مقابلها، وهي تسمية إسرائيلية اللي هي مقابلها كلمة يهود، ففي الداخل احنا بنتعامل مع حالنا كعرب لأنه الآخر هو اليهودي. Arab citizen of Israel or Arab Israeli or Israeli Arab. I use the term Palestinian citizen of Israel. يعيش الفلسطينيون حاملو جوازات السفر الإسرائيلية بشكل مباشر مع الإسرائيليين، يخضعون لمنظومة التعليم، السياسة، الصحة، الثقافة، الأمن نفسها الذي يتعامل معها اليهود، أي يمتثلون للقانون الإسرائيلي، أو في سياق آخر قانون القومية اليهودية. الفلسطيني اللي فرضت عليه المواطن الإسرائيلي وجد نفسه فجأة في وطن يبدو كأنه مهجر، لا شيء فيه بخصه، لا اللغة ولا الهوية ولا المكان ولا شكل الحيز. وعلى الرغم من هذا، كيف يعيش فلسطينيو الداخل حياتهم اليومية مع الإسرائيليين؟ أول شيء إحنا محاصرين ثقافياً. إحنا محاصرين، أوروبا أو العالم بتعامل معنا إنه إحنا إسرائيليين، لأننا حملة جوازات. إذا إحنا ما نعمل إنتاج مشترك أو بدوروا على ممثل من هون، فبدي يفوت تحت الكاتيجوري أو تحت الإطار الإسرائيلي. في جزء كبير مننا برفض يفوت تحت هذا الإطار. العالم العربي نفس الإشي، ما بيستخدمنا بأفلامه. لا يتلقى فلسطينيو الداخل الدعم الكافي من الحكومة الإسرائيلية لدعم الإنتاج الثقافي الذي يعبر عنهم وعن قضيتهم، وحتى لو تلقوا دعماً مادياً لإنتاج مسرحية أو فيلم مثلاً، فيكون ذلك بشروط. المدعوم لا يحق له أن يدعم حركة المقاطعة البي دي إس الفلسطينية. اثنين، ممنوع يطالب بمحاكمة حكام إسرائيليين أو جنرالات إسرائيليين. ثلاثة، ممنوع يطالب برفض الخدمة، ممنوع يعمل دعاية لرفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي، ممنوع يدعم أي حدا برفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي. يخضع فلسطينيو الداخل لمنظومة العلاج الإسرائيلية بالكامل بما فيها العلاج النفسي، حيث يكون الطبيب المعالج جندياً إسرائيلياً سابقاً. أكيد هنا المهم نوضحه أنه اختيار الفلسطيني في الداخل أنه يروح يتوجه لمعالج إسرائيلي، معالج نفسي إسرائيلي، هو مش خيار. هو ما فيش كتير أرقام واضحة، وهذا كمان إشي غريب، بس حسب تقرير مؤخراً قرأته للوسط العربي كلياته، في 90 أخصائي نفسي عيادي بس. هذا حتى لو كانوا 100، حتى لو كانوا 150، بس لمليون و700 ألف بني آدم في المجتمع الفلسطيني في الداخل، يعني رقم 100 أخصائي نفسي هذا مش رقم. أنا دائماً
كنت أحس بغربة مضاعفة جوا الغرفة، إنه في غربة نفسية لنتيجة إنه أنا بمر في أزمة ما، وفي غربة تانية إنه الشخص اللي واقف قبالي هو ثقافياً يعني مش بعيد عني، ولكن هو بالطرف المقابل اللي تابع لمجتمع اللي هو جزء يعني جزء من المجتمع اللي هو بحاول يمحيني، مش بس مش فاهمني، هو أصلاً ما بده يفهمني. لم يكن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية بالداخل بمنأى عن السياسة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في هدم المجتمع الفلسطيني. فكيف تعيش المرأة في الداخل المحتل؟ في العام 2018 وحده قتلت 10 نساء فلسطينيات. هذا العنف مش ممكن فهمه بمنعزل عن الواقع الاستعماري اللي بيعيشوا الفلسطينيين بال 48 والهدم الاجتماعي اللي مارسته إسرائيل عليهم. تفاقم العنف والجريمة وتحديداً العنف ضد النساء ما كان بس نتيجة للهدم الاجتماعي اللي مارسته إسرائيل بحق الفلسطينيين في 48، بل كان أيضاً نتيجة مباشرة لسياسة واعية منذ قيام الدولة الإسرائيلية تهدف لإتاحة حيز وهمي داخلي من السيطرة للفلسطينيين للتعويض عن شعورهم بفقدان السيطرة مقابل إسرائيل. يمتلك فلسطينيو 48 ما يقارب 3% فقط من أراضي الدولة. فرضت عليهم إسرائيل المواطنة وغيرت وضعهم السياسي ليعيشوا كأقلية على أرض بلادهم. ولكن هل يكون بقاء أهل 48 على أرض الوطن واحتفاظهم بها كافياً للعيش تحت ظل الاحتلال الإسرائيلي؟ المسألة ليست في البقاء فقط بحد ذاته، المسألة أي نوع بقاء ننجز في الأرض، ما الذي نفعله من حيث الموقف السياسي. يمكن أن يكون البقاء فولكلورياً ونتحول مثل الأصلانيين في أمريكا أو كندا، يكون بقاءنا رمزياً. هناك إمكانية البقاء الذي هو بقاء يتمسك بالصراع مع الصهيونية. مثلاً لأزرخيم العربيين يش مدينות لאום מסביב، 22 مدينות لאום، לא צריך עוד אחת. فكيف يكون مستقبل عرب 48؟ الفلسطيني يطالب ويناضل من أجل استقلاله الثقافي. ما انتهتش القصة، الاحتلال ما زال موجود والنضال ما زال موجود. When were Palestinians born? What was all this area before the First World War? When Britain got the mandate over Palestine, what was Palestine then? Palestine was then the area between the Mediterranean and the Iraqi border. You say there's no such thing as East and West Bank? No, East and West Bank was Palestine. I'm a Palestinian. From 21 until 48, I carried a Palestinian passport. There was no such thing in this area as Jews and Arabs and Palestinians.